أشوفك نشط هذه الأيام ما شاء الله عليك ماجد، من الدوحة على دبي، عندك جدة، موازين، أنساق أخبار كثيرة. الله يخليك يا ماجد. الحمد لله عندنا مجموعة مهرجانات انتهينا منها، وعندنا إن شاء الله مجموعة جاية موازين إن شاء الله، والكويت بإذن الله تعالى فبراير الكويت، وإن شاء الله رب نقدر نسعد جمهورنا بكل مكان بإذن الله. ما أنت بجديد على المسرح في السعودية وقدمت الجنادرية من عدة عوام، كيف إحساسك وأنت راجع تاني على جدة مع فنان عربي محمد عبدو؟ هل أتوقع دويتو الأغنية من أغاني محمد عبدو مع أنت وهو مع بعض؟ يعني إحساس ما ينوصف، أكيد إحساس أكثر من رائع، خاصة بعد يعني كذا سنة ما اشتركنا في الجنادرية. إن شاء الله رب تكون ليلة مميزة ورائعة، ونلتقي بجمهورنا الحبيب والأكثر من رائع، جمهورنا السعودي هناك، ووكيل عاد ما يحتاج أستاذ محمد راح يكون موجود منورنا، وأبو صقر، وإن شاء الله تكون ليلة مميزة بإذن الله. هل حنشوف تريو أو دويتو؟ هذا سؤالك. والله ماجد حبيبي يعني نحاول إن شاء الله، تدري مرات الظروف يعني حتى لو تواجدنا على المسرح الفرقة والأغنية وطريقة يعني الطبقات ممكن تختلف، ممكن يعني ان شاء الله نحاول، بالعكس انا يشرفني. كل هالدنيا تساهي ما دام اننا بنعيش مره تلدي وتزين التعالي تصدي وتصد البسر. سؤال عن الاشاعات، انت ما شاء الله عليك من اقل الفنانين اللي تطلع لهم اشاعات، ايش السر يعني؟ ابغى اعرف السر حقك. يعني الحمد لله يمكن انا صادق مع نفسي ومع الاخرين، مع الناس اللي عارفيني ومقربين من عندي، مع الاعلام ما عندي شيء اخبي، الحمد لله. الحمد لله. حياتك الشخصيه تعتبرها ان هي ملك لك، ما تحب تشارك فيها الاعلام؟ اكيد اكيد هذا شيء مفروغ منه. اكيد مفروغ منه. طيب السوشيال ميديا، هل انت من الناس النشطه على مواقع التواصل؟ اشوف يعني مثلا تنزل صور من وقت للثاني على تويتر احيانا تغرد. يعني الاشياء المهمه، الاشياء اللي تكون يعني من ضمن شغلي الفني، اكيد اغنيه جديده، تسجيل، حفله، بروفا، سفر، الجروب ما شاء الله يعني فايق، والشباب اللي وياه كلهم يعني عندنا كذا مكتب يشتغلون على الموضوع، متابعين ومثابرين ما شاء الله. اما الاشياء انا وين رحت وما جيت، لا ما احب اقول عنها ما جيت. سؤال الاخير عن الاغاني المصوره، انت تربطك صداقه براشد الماجد و ابو طلال حبيب القلب. ابو طلال اتجه في الفتره الاخيره لتقديم اغاني مصوره ولكن باستخدام مودلز او عارضين، هل فكرت في هذا الشيء؟ يعني هل شفت اللي قدمه ماجد وكان متابع، هل فكرت انت ممكن والله بلاش اصور فيديو خلينا نعطي للعارضين وهم يصوروا؟ لا والله شوف ماجد حبيب، التجربه الفنيه طويله، طول ما انت تقدم اشياء على مدى سنوات محتاج تغير ومحتاج تجدد ومحتاج تفوت بتجارب جديده انت ما فتت بها قبل، ومو غلط واحد يجرب، حتى لو فشل يجرب مره ثانيه، يطرق هذا الباب ويطرق هذا الباب. انا مع التغيير ومع التجديد، وخاصه مثل ما تفضلت بتصوير، تجرب كذا يعني كذا شخصيه وكذا شغله وكذا فكره، مرات تنجح ومرات لا، فاحنا مضطرين نجرب يعني حتى من باب التغيير. يعني ما وحشتك الجلسات؟ قدمت جلسات رائعه في جلسات وناسه 2013، يعني اتمنى ان اشوفك في الجلسات اكثر، احس اني يعني لايق عليك هذا الشيء. كل الناس مو بس الفنانين، حتى الجمهور يعني اشتاق للجلسات، لان طابع الجلسات حلو، والاغاني اللي تقدم فيها بطريقه جميله، الالات اللي مستخدمه، الايقاعات، المود كله حلو. ان شاء الله يا رب نقدمها قريب باذن الله تعالى. ان شاء الله.